بسم الله الرحمن الرحيم. حلقه جديده من ترند يلا كوره. ترند يلا كوره النهارده معانا ترندين. ترند الاول هو الترند اللي كان شاغل بال ناس كتيره من جمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، ريني فايلر، المدير الفني الجديد، كويس وحش، اختياره كان صح اختياره كان غلط، ايه المعايير تم اختياره عليها، هينجح هيفشل، زي مين في تاريخ مدربين النادي الاهلي جه بالطريقه دي. اسئله كتيره سالت عليها على السوشيال ميديا في وجهة نظري حوالين اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لريني فايلر، خصوصا ان هو جاي طبعا بعد تجربة سيئة جدا 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 لمارتن لاسارتي اللي كان جاي في بدايته بقى، يعني هالة إعلامية كبيرة، خصوصا هو الأب الروحي ليه طبعا النجم الفرنسي الشهير توان جريزمان. وجريزمان شفناه حتى في عيد ميلاده كان بيتكلم على لاسارتي بشكل كبير. فالسؤال اللي هيدور في أذهان كتير من جمهور النادي الأهلي، الراجل ده اختارناه بناء على ايه، وايه اللي احنا منتظرين منه عشان يحسن من شكل الفريق اللي اكيد خلال الموسم اللي فات في وجهة نظري حقق 30% من اهدافه هو بالفوز بالدوري، طبعا في وسط الخسارة دوري ابطال افريقيا طبعا بعد الخماسية الشهيرة قدام سان داونز، وبعد طبعا الخسارة الرابعة التوالي قدام فريق بيراميدز في كاس مصر. انا وجهة نظري اشوف المجلس الاداري النادي الاهلي وهو بيختار مدير فني بعد لاسارتي، اكتر حاجة هو لازم ياخد باله منها هو جزء الشخصية. النادي الاهلي في الوقت الحالي في وجهة نظري محتاج مدير فني عنده شخصية، عنده شخصية بنسبة 65% لفنيات بنسبة 35%. وتعالوا يا جماعة خلال ال 30 سنة الأخيرة تعالوا نقيم المديرين الفنيين الأجانب اللي جم للنادي الاهلي وكان معايير نجاحهم ايه. التسعينات اي حد يفتكر النادي الاهلي في التسعينات هيفتكر اسم مين مديرين فنيين، هما هولمان وتصبري. هولمان اول ما جه النادي الاهلي يفتكر ما كانش اداؤه كبير جدا في بدايه التسعينات، نادي الزمالك كان واخد 2 دوري والنادي الاسماعيلي خد دوري، النادي الاهلي رجع ليه بطوله الدوري العام لما خدها في موسم 93 94 طبعا بعد مباراه فاصله شهيره مع النادي الاسماعيلي وكسبها النادي الاهلي 4-3. من بعد ده بدا النادي الاهلي يلجأ للمدرسه الالمانيه. المدرسه الالمانيه متمثله في هولمان، او هولمان اول بدا مع النادي الاهلي كان بدايته كانت متواضعه جدا جدا، وان الاهلي كان متاخر عن نادي الزمالك في الموسم الشهير موسم 95 96، نفتكر لما كان نادي الزمالك متقدم بفارق نقاط، ونادي الاهلي قدر بعد كده يرجع في نهايه الموسم طبعا بالهدف الشهير كابتن رضا عبد العال لما احرزه في جمهوريه شبين. النادي الاهلي كان ايه ميزته في الوقت ده؟ النادي الاهلي كان ميزته انه كان عنده اداره كره قويه. النادي الاهلي كان لعيبه ممكن تبدا الموسم بشكل سيء ولكن كان بتفنشه بشكل جيد لما بيتحط سيستم وبيتم معالجه الاخطاء. النادي الاهلي ساعتها ما كانش بس الانتصار يمكن يحسب لهولمان بس، لا طبعا كان في معاه مدير كوره قوي جدا وكان في اداره قويه كانت بتلزم اللعيبه. برضو الموسم اللي وراه نادي الزمالك كان متقدم عن النادي الاهلي فرق 13 نقطه في نص الموسم بالظبط، كان نادي الزمالك متقدم ب 13 نقطه وقدر النادي الاهلي برضو يعمل الكامباك. فبالتالي انا بشوف المميزات للنادي الاهلي في الفتره دي كانت ان اللعيبه بتلتزم. طيب لما جه مانويل جوزيه بقى في فتره من 2000 ل 2010 كان بيعمل دورين، وجهه نظري كان بيعمل دور المدير الفني وكان بيعمل دور الاداره مدير الكوره وبيعمل انضباط في الفريق، ودي الحاجه اللي انا اعتقد النادي الاهلي خسرها في السنوات الاخيره خصوصا بعد رحيل الكابتن حسام بدري. لما اجي بشوف خلال السنوات الاخيره مين المدير الفني اللي كان كويس بعد مانويل جوزيه، ما بشوفش غير الكابتن حسام بدري هو الوحيد اللي ممكن نقول عليه انه قدم نجاحات مع الفريق، رغم طبعا كان في مدربين كتير جم حتى ابرزهم طبعا اكبر سي في جه في تاريخ النادي الاهلي مارتن يول، اذا مثلا قلنا ان هو جه مدير فني كبير كان شغال في الدوري الانجليزي. فبالتالي انا بشوف النقطه الوحيده اللي لازم نبص على ريني فايلر فيها هو جزء الشخصيه، هتقدر تطوع الفريق ده كله تحت ادارتك ولا لا، حتى هو لو فنيات عنده قليله. انا شايف ان المدير الفني الناجح مع نادي الاهلي او مع نادي الزمالك او منتخب مصر لازم يبقى اداريا ومعنويا بيشتغل بنسبه 60-70% والفنيات 30%. لو عندي مدير فني كارتيرون، على فكره كارتيرون كان مدير فني ككوره كويس جدا مميز جدا جدا جدا، وكل لعيبه النادي الاهلي اتدربوا معاه اشادوا بيه واشادوا بالتدريبات بتاعته واشادوا باسلوبه في الفنيات، لكن كارتيرون ليه ما نجحش مع النادي الاهلي؟ بسبب شخصيته. كارتيرون كان من نوعيه المدربين اللي كان بيمشي الدنيا، بيقول حاضر مفيش مشكله، ما بيواجهش. حتى لما رحنا النادي الاهلي راح تونس وفي مباراه الاياب قدام الترجي وحصلت المشاكل دي كلها، كارتيرون كان بعيد عنها تماما وما اتدخلش فيها، ولما نزل حتى الملعب ما كانش بيحاول يحمس اللعيبه ومش شايف وما اتعاملش مع حجم الضغط اللي الترجي وجمهوره عمل. طبعا فاكرين اليوم ده لما النادي الاهلي خسر الفاينل. وبالتالي انا بشوف مهم جدا عند المدير الفني يبقى للنادي الاهلي في الوقت الحالي يبقى عنده شخصيه يقدر يظبط القايمه اللي مع النادي الاهلي، واحده من اكتر القوائم اللي فيها مهارات للنادي الاهلي، ولكن لما الفرقه عندك المهارات فيها بتزيد لازم تعرف ان انت هتواجه مشكله في الشلاليه، يبقى في شلل كتيره في الفريق، لازم المدير الفني يظبط
الحته دي، لان انت لما ظبطتش الجزء الاداري عند اللاعبين هتخسر سيطرتك عليهم في الماتشات، عمرك ما هتقدر تسيطر عليهم مهما انت كنت مين. وهدي مثلا بسيط جدا جدا جدا، ما فيش حد فينا يختلف على قدره مورينيو الفنيه، ولكن مورينيو لما خسر غرفه الملابس في مانشستر يونايتد خلاص الموضوع انتهى. والنهارده في حد يجرؤ يقول ان سولشاير مثلا فنيا احسن من مورينيو؟ مستحيل، صعب جدا. ان عدد سنوات سولشاير على دكه البدلاء كمدير فني عمرها ما نقدر نقارنها بعدد سنوات مورينيو، ولكن سولشاير بيحاول على قد ما يقدر انه يقرب من اللعيبه، يبقى مسيطر عليهم كشخصيات وكغرفه ملابس. دي النقطه اللي خسرت مورينيو، وانا اعتقد برده دي احد النقط اللي النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي محدش فيش مدير فني بعد واحد مانويل جوزيه في الالفينيات كلها، وبعديها حتى لما جه كابتن حسين البدري وفي الولايه الثالثه بالذات، يعني مش هتكلم على الولايه الاولى كان لسه كابتن حسين البدري يحاول يمشي نفسه، لكن في الولايه الثانيه قدر يقدم اداء جيد. في الولايه الثالثه فعلا اداؤه كان ناجح بشكل كبير وقدم فريق قوي جدا جدا. هو اكتر مدير فني على فكره قدم احسن فيرجن من عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ما قدمش اداء كبير مع اي مدير فني غير من كابتن حسين البدري في بطولات كتيره، وبالتالي الحكم على رينيه فايلر اكيد هيبقى اولا من خلال سيطرته على اللاعبين، وثانيا قدرته على تحقيق الانتصارات في المباريات وصولا الى البطولات. الترند الثاني معانا النهارده هو الاسم اللي كلنا مستنيينه، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. طبعا الموضوع تحول الى لغز، يعني بقى لنا فتره مش يعني الموضوع خد اكبر من حجمه بشكل كبير جدا. اسماء كتيره اتعرضت حتى الجنسيه نفسها. في الاول كنا بنتكلم هنجيب مدير فني اجنبي ومدير فني وطني، لغايه ما تم الاستقرار ان احنا هنجيب مدير فني وطني. طيب مين الاسماء المرشحه من الكبر اللجنه الفنيه الماسكه اتحاد الكوره في الوقت الحالي؟ قالوا لنا خمس اسماء، بدايتهم طبعا بالخبره: الكابتن حسن شحاته، الكابتن حسين البدري، الكابتن حسام حسن، الكابتن ايهاب جلال، احمد حسام مين. طبعا كل واحد له وجهه نظر، كل واحد بيحب مدير فني، ممكن يبقى عنده اختلاف مع مدير فني تاني، لكن في الوقت الحالي سؤال بيطرح نفسه: الجيل الحالي والظروف الحاليه لينا، مين الانسب من الخمس اسماء دول ليهم؟ انا في وجهه نظري ان الكابتن حسن شحاته هو الانسب في الوقت الحالي. ليه؟ عشان خبرته وقدرته على قياده المجموعه الحاليه من اللاعب. هل ده معناه ان الباقيين وحشين او الباقيين اقل منه فنيا؟ لا، ربما حتى يكون مثلا في بعض المدير فنيين افضل فنيا من الكابتن حسن شحاته. في وجهه نظري افضل واحد فنيا في الخمسه هيكون بالنسبه لي الكابتن ايهاب جلال، لكن الفنيات لوحدها ما تنجحش مدير فني المنتخب. ولازم يا جماعه نفرق بين حاجتين، بين مدير فني المنتخب ومدير فني النادي. المدير فني المنتخب مش مطلوب منه خالص خالص ان هو يعلم اللعيبه كوره، يعلمهم ازاي يقفوا، يعلمهم ازاي يتحركوا، لا هو بيعلمهم ازاي يطبقوا التكتيك بتاعهم، على خلاف المدير الفني للنادي. المدير الفني للنادي انت مجبر ان انت تعلم اللعيبه ازاي يتحركوا داخل، ازاي يتحركوا داخل الملعب، ازاي يقفوا صح، ازاي يخترقوا، ازاي وطبعا اضافه لده ينفذوا التكتيك بتاعك. فلكن المدير الفني المنتخب هو اللي بيختار الافضل الموجودين في الساحه او الموجودين في الانديه الموجوده في الدوله اللي انت بتدرب منتخبها، على عكس مدير فني للنادي اللي عنده قاعده اقل بكتير. بتكلم قائمه النادي 30 لعيب، انما قائمه المنتخب انت بتختار القائمه الحقيقيه اللي بتختار منها تتكلم من عشرات وربما مئات اللاعبين اللي انت تقدر تختار ما بينهم الافضل. فانا بشوف ان الكابتن حسن شحاته هو ربما يكون الافضل من وجهه نظري، ربما يكون الكابتن ايهاب جلال فعلا لو كان عنده بعض الخبرات اللي اكتر من مجرد تجربته مع نادي الزمالك كنت ممكن فعلا ابقى مؤيد جدا. انا في وجهه نظري الكابتن ايهاب جلال هو الاكثر فنيات في الاسماء الخمسه، لكن ربما تنقصه امور كتيره تانيه عشان نقدر نحطه في التجربه بتاعه منتخب مصر. دي حتى نفس الراي انا قلته بتاعه تجربه الكابتن ايهاب جلال مع نادي الزمالك. كابتن ايهاب جلال حاول مع نادي الزمالك ان هو ياخدهم يعني لحقبه تانيه من الكوره وحقبه تانيه من طريقه اللعب، وكان حتى مصر عليها. شفنا لو نفتكر مباراه القمه ما بين الزمالك والاهلي كان فيها كابتن ايهاب جلال، وكان ساعتها كابتن حسام بدري هو مدير فني الاهلي، ونادي الزمالك طبق التكتيك المعتاد للكابتن ايهاب جلال ان هو يعمل بيلدنج اب من عند احمد الشناوي لما كان حارس مرمى نادي الزمالك، ولكن طبعا ما قدرش يستحمل الضغط يعني اللي اتعمل عليه من النادي الاهلي ساعتها وخسر المباراه 3-0، وجمهور نادي الزمالك واداره نادي الزمالك ما قدروش يصبروا على اسلوب لعب الكابتن ايهاب جلال. وبالتالي انا برضو بشوف ان
منتخب مصر ممكن في الوقت الحالي ما يقدرش يصبر على تاكتيك واسلوب الكابتن ايهاب جلال اللي بيحتاج وقت عشان تاخد ثماره. اسلوب الكابتن ايهاب جلال لحد ما مش هشبهه بجوارديولا ولكن هو مشتق منه، وبالتالي الاسلوب ده لازم تقعد عليه فتره طويله تعلمه للاعبين وكل يوم تقعد تصحح معاهم لغايه لما تشوفه قدامك. وبالتالي في منتخب انت ما بتقدرش تعمل ده ليه؟ لانك عندك فترات طويله اللعيبه اصلا مش معاك، اللعيبه في انديتها بتاخدهم في معسكرات وفترات التوقف الدولي والماتشات الدوليه، وكمان انت ممكن يجيلك ماتش رسمي في وقت انت لسه فيه بتجرب، فهتعمل ايه؟ اذا خسرت الناس مش هتقعد تهتم انت بتعلمني بتعلمنيش، ماليش دعوه، انا ليا في الاخر النتيجه. فبالتالي انا بشوف ربما الكابتن ايهاب جلال واسلوبه ما ينفعش مع المنتخب في الوقت الحالي. طيب كابتن حسام بدري وكابتن حسام حسن بالنسبه لي تعاملاتهم الاداريه والانضباطيه ربما واسلوبهم يعني داخل الملعب واسلوب التمرين ربما ما ينفعش الجيل الحالي لمنتخب مصر، خصوصا وفي وجود محمد صلاح. ما اعتقدش ان الاسلوبين هيمشوا مع بعض، وربما اذا يعني كنا مشينا في الطريق ده هنلاقي مشاكل كتيره. ميدو اكيد طبعا قدم مستوى فني جيد مع نادي الزمالك اولا لما كسب كاس مصر، وقدم لنا تجربه رائعه مع الوحده السعودي في السعوديه، ولكن برضو اشوف من مبكر جدا ان هو يقدر يتولى المنصب ده في الوقت الحالي. لكن اكيد ترشيحه للمنصب يؤكد ان هو على الطريق على التراك. انت النهارده ممكن النهارده تجربتك مع مصر ما قصرت، تقدم مثلا تطلع في المربع الذهبي، توصل فاينل كاس مصر، توصل الفريق للكونفدراليه، اكيد ده هيتحط في السي. ولكن تاني بشوف في ظل الاسماء الخمسه بس اللي هم طرحوا من اللجنه الفنيه للمسكة الاتحاد في الوقت الحالي للجمهور والاعلام ان هم دول الاقرب لتولي منتخب مصر، انا اشوف وجهه نظري ان الكابتن حسن شحاته هو الافضل لتولي المنتخب بصوره مؤقته مش بصوره دائمه. نعدي بس الفتره دي ونقف على الارض، وبعد كده لازم بعد اكيد اقل من سنه مش اكتر من سنه لازم نكون بنفكر في جهاز فني اجنبي كامل بالمدربين المساعدين بالمحلل الاداء بمدرب الاحمال بمدرب حراس المرمى، نفس التجربه اللي نادي الزمالك طبقها والنادي الاهلي طبقها. اعتقد هو ده خلاص بقى الترند اللي جاي، وبالتالي ان شاء الله نشوف اذا اشتغلنا صح هنشوف مصر تاني بطله افريقيا، ومساله التاهل لكاس العالم مش هتجيلنا كل شويه بعد 30 سنه. وصلنا لفقره التاكتكس، والنهارده هنحلل مباراه الزمالك والبيراميدز في نهائي كاس مصر. ولازم طبعا في البدايه نهنئ نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك طبعا بالفوز الكبير اللي اتحقق امبارح في الفاينل قدام بيراميدز 3-0، نتيجه كبيره. مفيش ولا الاهلي ولا الزمالك قدروا حتى يحققوا اي انتصار على بيراميدز في دوري، لكن امبارح شفنا فريق مختلف لنادي الزمالك، تعامل مختلف من ميتشو مع بيراميدز. طبعا بيراميدز اكيد انا شرحت قبل كده قلت ان الفريق ده مختلف عن الفريق اللي كان موجود الموسم اللي فات، حتى في مباراه النادي الاهلي، مباراه النادي الاهلي كان الاهلي هو الافضل فنيا، ولكن بسبب الرعونه في نهائي الهجمات نادي بيراميدز استغل ده في الشوط الثاني. نادي بيراميدز اداؤه ما اختلفش كتير عن اداؤه في مباراه النادي الاهلي، ولكن الفارق كان في نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي عرف يتعامل مع بيراميدز بشكل جيد امبارح، خصوصا في الشوط الثاني لما بدا ميتشو يبعد عن الدايركت فوتبول او الكوره المباشره وبدا يعتمد على الهجمات المرتده. طيب امبارح بيراميدز كانت ايه المشكله عنده؟ ايه الازمه اللي خلتنا نقول ان الفريق ده مش هو الفريق اللي احنا اتعودنا عليه خلال الفتره اللي فات، خلال الموسم اللي فات، خصوصا ان الشوط الثاني بخلاف الثلاث اهداف نادي الزمالك جابهم كان ممكن يجيب خمس اهداف وست اهداف، كان المباراه ممكن تنتهي بنتيجه قياسيه. بسبب ايه؟ بسبب عبد الله السعيد. عبد الله السعيد امبارح المركز بتاعه كبلاي ميكر ولا ادى الدور الدفاعي المطلوب منه كي يرجع كارتكاس ثالث، ولا ادى الدور الهجومي وخلى ايريك تراوري مرمى على الطرف. طب نشرح ده على البورد ازاي؟ تعالوا ببساطه اوريها لكم ازاي المشكله عند بيراميدز كانت في عبد الله السعيد. بيراميدز على الورق بيلعب 4-2-3-1، بالتالي كان عبد الله السعيد هو المفروض اللي واخد المنطقه دي. اذا افترضنا رقم 10 هنا عبد الله السعيد هو المفروض اللي واخد المنطقه دي. ابراهيم حسن بيبقى واخد الجبهه اليمنى، واسلام عيسى واخد الجبهه اليسرى، ودونجا بيقف كارتكاز، وايريك تراوري كام بنشوفه بيتقدم يوصل لغايه المنطقه دي الى حد ما بيبقى شكله عامل زي المهاجم الثاني جنب جون انتوي. طيب سايبين المساحه دي لمين؟ لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد المفروض هو يبقى دايما متواجد هنا. طيب عبد الله السعيد عمل ايه بقى؟ عبد الله السعيد كان دايما بيهرب من المسؤوليه ويقف في الحته دي، فكنا بنلاقي على طول في فجوه في نص ملعب نادي بيراميدز، بالتالي كانت الكره الثانيه في اوقات كتيره بتروح لمين؟ بتروح لنادي الزمالك. كده نادي الزمالك ميتشو في الشوط الثاني
كان ذكي جدا ان هو ساب الكوره لبيراميدز انه يطلعوا لنص ملعبه، انه عارف ان هو هيقدر يستعيدها بسرعه، بخلاف اللي احنا قلناه في ماتش الاتحاد. ماتش الاتحاد ميتشو كان بيطبق سياسه الضغط المزدوج في وقت كتير، لانه عارف ان مهاره التمرير عند الاتحاد مش عاليه، فبالتالي كنت باخد منهم الكوره بشكل سريع. لكن امبارح قدام بيراميدز هو عارف ان لعيبه نادي بيراميدز بيمرروا بشكل جيد، لعيبه كوره افضل من لعيبه نادي الاتحاد، فبالتالي كان بيسيب لهم خط وسط وبيعتمد على اخطائهم، بيعتمد على الميس باس. واول ما النهارده ساعتها الكوره كانت بتتخطف على طول، جناحات نادي الزمالك كانت بتطير على الطرف عشان ياخدوا الكروس باس، فبالتالي نادي الزمالك كان كسبان حاجتين، كسبان نص معركه نص الملعب. نفترض ان الكره هنا هو مثلا دي المعركه، لعيبه نادي بيراميدز كلهم متقدمين لقدام، لعيبه نادي الزمالك عندهم افضليه في نص ملعب. ده الشكل اللي شفنا عليه المباراه في الشوط الثاني، وبالتالي كان طبيعي جدا جدا نادي الزمالك يعمل هجمات مرتده كتيره. المشكله الثانيه اللي تسبب فيها برضو عبد الله السعيد ببعده وابتعاده ان هو يشيل المسؤوليه في نص الملعب كان ايه؟ ان اوريدي دي صبر في الحاله الهجوميه بتاعته كان بيخلي ابراهيم حسن واسلام عيسى عاملين ستريتشنج للملعب. يعني ستريتشنج للملعب يعني بيستلم الكوره من عند الخط بالظبط. طيب انت النهارده بتستلم الوينجات بتاعتك بتستلم الكوره من عند الخط، فبالتالي اي واحد منهم هيجي يفكر في الهجمه لفرقته هيعمل حجم اثنين، يلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء. نفترض مثلا ان جون انطوي وصل لهنا، وادي ابراهيم حسن وصل لهنا، واسلام عيسى وصل لهنا، عبد الله السعيد كان بيقف هنا اهو، وايريك تراوري بيكمل مع جون انطوي داخل منطقه الجزاء. طيب ابراهيم حسن كان بيعمل ايه؟ كان مجبر تماما ان هو يخش لغايه العمق ويشوط التسديده المعتاده بتاعته. ليه؟ لان عبد الله السعيد كان بعيد عنه، ما بيقدرش يقرب منه وياخد منه الكوره. لو انا خدت الكوره على الخط لازم عشان امررها لزميلي لازم زميلي يجي لي هنا. هل انا هل حد يتخيل ان في لاعب هياخد الكوره ويخش كل المنطقه دي عشان يديها يمر التمريره لزميله والمنافس هيسيبه؟ طبعا صعب جدا، ممكن كمان تبقى مستحيله. وبالتالي شفنا الشوط الاول اسلام عيسى وابراهيم حسن عندهم عجز في انهاء الهجمات بشكل جيد، وبالتالي الكوره كانت بتتخطف على طول من نادي بيراميدز او ما بيوصل لنص ملعب نادي الزمالك. ده تاني بسبب ايه؟ بسبب الدور بتاع عبد الله السعيد ما كانش بيعمله. ولو احنا مثلا قارنا بين الدور ده ومباراه بيراميدز وبتروجيت كنا هنلاقي ايريك تراوري هو اللي كان بيعمل الدور ده، ودي طبعا بتبقى تعليمات من دوساب، لان هو طبعا النهارده تراوري ما يقدرش يروح لقلب الملعب لان عبد الله السعيد متواجد فيه، فبالتالي لو راح الاثنين هيعملوا قفل على بعض مش هيعرفوا يلعبوا. وبالتالي انا شايف ان عبد الله السعيد امبارح كان هو الازمه، بنفس الازمه اللي عملها المنتخب مصر في كاس الامم. انت حاطه في مركز خطير جدا، مركز مركز بلاي ميكر، لازم يكون عنده واجب دفاعي لا في الناحيه الدفاعيه، ولازم يبقى عنده بعض الادوار الهجوميه. طيب على الناحيه الثانيه برضو زي ما اتكلمنا على بيراميدز لازم اشيد بيه الدور اللي عامله ميتشو فيه انهاء الهجمات المرتده بشكل جيد، الطيران اللي كان معمول من لعيبه نادي الزمالك على الطرف خصوصا من شيكابالا، حتى لما اوناجم نزل في الشوط التاني كان معمول بشكل ممتاز جدا. ومش عايز انسى برده بن شرقي برده بيعمل دور بلاي ميكر بشكل مميز جدا 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 جدا. وبالتالي ميتشو عنده بساطه في التعامل مع منافسين، بيشوف كل منافس محتاج ايه، ما عندوش جمود ان انا عندي طريقه واحده هلعب بيها مع اي منافس والمنافس هو اللي يسسب نفسه على نظامي، لا خالص. هو عنده يعني عنده مرونه في التعامل مع منافسين، بيشوف كل منافس ايه مراكز القوه الضعفه عنده بيلعب على اساسها. عشان كده شفنا ماتش الاتحاد نادي الزمالك بيلعب على الاستحواذ، في ماتش بيراميدز ما لعبش على الاستحواذ ولعب على الهجمه المرتده، وعشان كده قدر نادي الزمالك في نهايه المباراه يتوج بالكاس بعد مش فوز بس 1-0 او 2-0، لا فوز بثلاث اهداف نظيفه كانت ممكن توصل حتى الى 6 جوان.